السلام عليكم. في الحقيقة شرحت مجموعة من التطبيقات ومجموعة من المواقع للربح من الانترنت، ولله الحمد كلها تطبيقات ومواقع صادقة، لكن في هذه الحلقة جئتكم بتطبيق قد أقول بأنه يعني أفضل بكثير من كل تلك التطبيقات التي شرحت. فهذا التطبيق موجه للمبتدئين الراغبين في الربح من الانترنت، والجميل في هذا التطبيق أنه يشتغل على الهاتف. إذا كنت تتوفر على الهاتف فيمكنك الربح من هذا التطبيق. إذا لتحميل التطبيق ما عليكم إلا الدخول إلى هذا الرابط الذي ستجدونه أسفل هذا الفيديو، أو بالنسبة للذين لا يعرفون كيف يصلون إلى هذا الرابط، ما عليكم إلا الدخول إلى جوجل ثم اكتبوا podali.com ثم اضغط على بحث، بعد ذلك انقر على النتيجة الأولى. بعدها مباشرة يمكنك الضغط على هذه الخطوط هنا ثم تتوجه إلى القائمة العمل على الانترنت، بعدها ستجد المقال في الصفحة الأولى مع رابط التحميل. والآن دعونا ننتقل إلى الشرح. إذن بعد تنزيل التطبيق ستدخل إليه بهذا الشكل كما تلاحظون معي الآن، بعدها ستنتظر بعض الثواني ليعطيك إمكانية الضغط على الزر سويفون أي التالي، ثم ستضغط على التالي، وبعد ذلك ستنتظر أيضا بعض الثواني، ثم بعد ذلك يمكنك الضغط على التالي، يعني التالي ستضغط عليها 3 مرات. فإذا كما تلاحظون معي فهذه واجهة تسجيل في الموقع، واجهة بسيطة للغاية، ليس كباقي التطبيقات والمواقع الأخرى يعني التي تكون فيها عملية تسجيل معقدة. إذا فهنا في الأول ستدخل رقم الهاتف الموجود على الهاتف الخاص بك، ثم بعد ذلك تؤشر على القوانين والشروط الخاصة بالموقع، وهنا في الأسفل ستدخلون الكود الإحالة الظاهر أمامكم الآن، ثم بعد ذلك تضغطون على التالي. إذن فبإدخالكم هذا الكود سيعطيكم الموقع 50 نقطة، أي بما يعادل 0.50 دولار. إذن كيف يمكننا الاشتغال في هذا الموقع؟ فالموقع يقدم لك مجموعة من الاستبيانات ومجموعة من الاستطلاعات ومجموعة من المهمات، فإذا أنجزت هذه المهمات يعطيك الموقع يعني عدد معين من النقاط، وإذا وصلت إلى 1000 نقطة يمكنك سحب 10 دولار عن طريق البايبال. جيد، إذن كما تلاحظون معي فهنا مجموعة من الاستبيانات ومجموعة من الاستطلاعات، ولكن الربح الكبير من هذا الموقع هو مشاركة رابط الإحالة الخاص بكم أو كود الإحالة. إذن كما تلاحظون هنا يمكنكم مشاركة التطبيق مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأي شخص تسجل عن رابط الإحالة أو الكود الإحالة الخاص بك فستربح 20 نقطة، وهذه الطريقة التي يحقق منها اليوتيوبرز يعني مبالغ كبيرة من هذا التطبيق. إذن فعند وصولك إلى 1000 نقطة فيمكنك الدخول إلى هذه العلامة الدولار، ثم بعد ذلك يمكنك سحب الأرباح الخاصة بك. أما إذا أردت أن تربط الحساب البايبال الخاص بك فيمكنك الدخول إلى الإعدادات، ثم بعد ذلك يمكنك الدخول على كونت بايبال، وهنا ستدخل في الأول الإيميل الخاص بالبايبال ثم ستعيده هنا، وبعد ذلك تضغط على الميزاجور، وبعد ذلك بعد الوصول إلى 1000 نقطة يمكنك سحب الأرباح من هذا التطبيق، والأرباح ستصلك في غضون يوم أو يومين إلى حسابك على البايبال. إذن فهذا هو التطبيق، يعني الربح منه سهل جدا، وهذا التطبيق صادق في الربح من الانترنت وموجه للمبتدئين. إذن أتمنى أن يكون الفيديو مفهوم وواضح، فإن كان لكم أي تساؤل فلا تترددوا بتركه أسفل هذا الفيديو، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.